بقى مع حضراتكم على مقر جريدة الشروق ونقابل زميلتنا العزيزة ومراسلتنا هنا أبو القاسم اللي هتقول لنا على آخر الأخبار الرياضية المتواجدة في الصحف والمواقع المحلية والعالمية. هنا صباح الفل عليكي، وإيه التمويه اللي أنت عملتيه معانا النهاردة؟ أول مرة تطلعي لنا بقى من مكان تاني غير مقر النادي الأهلي بالجزيرة. صباح الفل عليكي وتفضلي سامعينا. صباح الخير عليك يا كريم ويا نهاوند وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. من داخل مقر جريده الشروق واخدكم في جوله لابرز اخبار الصحف الرياضيه الصادره اليوم. قبل ما ابدا جولتنا الصحفيه، خلوني في البدايه افكر جميع مشاهدينا بمباريات اليوم، مباريات الدوري المصري الجوله ال 24. فريق البنك الاهلي هيواجه سموحه في تمام الساعه 5 على استاد بترو سبورت، وفريق سيراميكا كليوباترا هيواجه ام بي في تمام الساعه 7 مساء على استاد السويس الجديد. كمان هيكون في مباراة هامة جدا وهي نهائي الدوري الأوروبي بين بطل أسبانيا فيا ريال وبطل إنجلترا مانشستر يونايتد في تمام الساعة 9 مساء. خلونا بقى دلوقتي نبدأ جولتنا الصحفية، والبداية من موقع اليوم السابع. جماهير الأهلي في قطر تستعد بلافتات نادي القرن قبل السوبر الأفريقي. يعني رابطة جماهير الأهلي في دولة قطر قامت بتجهيز عدد من اللافتات لتشجيع الفريق ومؤازرته طبعا في مباراة السوبر الافريقي اللي هتكون يوم الجمعة طبعا النادي الاهلي امام نهضة بركان المغربي. طبعا ده دعما للفريق وتشجيعهم على الحصول على لقب السوبر الافريقي. يعني بعض اللافتات كان عليها صور للاعبين وكمان بعض شعارات النادي الاهلي زي اعظم نادي في الكون ونادي القرن. وطبعا حابة اضم صوتي لصوت كل الجماهير الاهلاوية واتمنى لفريقنا كل التوفيق وان شاء الله يرجعوا مصر متوجين باللقب. خلونا دلوقتي نروح لبوابة الشروق. طارق مؤمن ونوران جوهر يتأهلان لنصف نهائي بطولة الجونة للسكواش. طبعا أمس انطلقت منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للسكواش البلاتينية PSA، وطبعا بتستضيفها مدينة الجونة. امبارح شهدنا تأهل المصري طارق مؤمن والنيوزلندي بول كول في منافسات الرجال، وأيضا اللاعبة المصرية نورهان جوهر والأمريكية أماندا صبحي في منافسات السيدات، على أن يتم طبعا لعب المباريات المتبقية ونصف نهائي البطولة مساء اليوم. بنتمنى طبعا التوفيق للاعبين المصريين ودايما يرفعوا اسم مصر. كمان حابة أؤكد أن الحقيقة اللجنة التنظيمية كانت حريصة جدا على تطبيق جميع البروتوكولات الاحترازية طبعا بسبب فيروس كورونا، وكانوا الحقيقة كل ده حفاظا على جميع المشاركين من تفشي الفيروس. طبعا البطولة بتقام هنا من 9 سنوات، لكن الحقيقة المميز جدا السنة دي ان جميع المباريات هتكون في الجونة، بالتحديد بالملعب الزجاجي بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة. يعني هي بدأت من يوم 22 مايو وهتستمر حتى يوم 28 مايو. واخيرا من جريده الشرق الاوسط، نهائي الدوري الاوروبي اليوم فرصه ذهبيه لعوده مانشستر يونايتد الى منصات التتويج. يعني زي ما قلت النهارده طبعا هتكون مباراه مهمه جدا، هو نهائي الدوري الاوروبي بين بطل اسبانيا فيا ريال وبطل انجلترا مانشستر يونايتد. يمكن مانشستر يونايتد كان توج باللقب عام 2017، لكن الحقيقه انه الفريق اليوم مختلف تماما عن مانشستر يونايتد في 2017. يعني يمكن الوحيدين المتبقيين هيشاركوا في مباريات اليوم هما بول بوجبا وماركس راشفورد. يعني غير كده طبعا كل الفريق هيكون مختلف ومن المتوقع مشاركتهم بشكل أساسي في المباراة. كمان حسب ما ذكرت جريدة الشروق، ففريق مانشستر يونايتد اليوم أفضل بكثير وأقوى بكثير مما كان عليه تحت قيادة مورينيو في عام 2017. يعني يمكن بس كل ما ينقصه هو التتويج بالبطولات والألقاب، وإن شاء الله النهاردة هتكون فرصة ذهبية للفريق. يعني دي كانت أبرز الأخبار في الصحف الرياضية. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. نشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة هانا أبو القاسم.